باحث إبراهيم الشعار، أهلا وسهلا فيك على هوا نينار اف ام. أهلا وسهلا، شرفتو. خبرنا اليوم عن اختراع قنبلة السكر، نحكي عنها بشكل مفصل بداية. هلأ بداية نحن انطلقنا بدراساتنا بالعام 2011، اشتغلنا على الخلايا السرطانية بالزجاج. بدأنا أنه يعني لحتى نفهم آلية عمل الخلية السرطانية بالحصول على الطاقة، يعني كان هذا التوجه. فاستطعنا أنه يعني نحدد أنه نعرف أو نكتشف أنه الخلية السرطانية بتولد الطاقة بآلية تخمر دون الحاجة للأكسجين، طبعا مقارنة بالخلية السليمة. هذا يعني بيؤدي أنه هي بتعيش بوسط حمضي قليل الأكسجين، وبتشكل نمو الورم، وهون بتتشكل حواجز تعطل عمل الجهاز المناعي. فبسبب أنه الاستقلاب المتزايد من قبل الخلية السرطانية للجليكوز يعني بيسبب إنتاج الوسط الحمضي، يعني هذا هو النتيجة. فنحن من هون فكرنا انه ليش ما نحن نخدع الخلية السرطانية، وبنعتمد على مادة اللي هي سكر بالإضافة لطعم، ومن هون هي سميت بقنبلة السكر. هو الدواء أول شيء قديش نسبة نجاحه على المرضى يلي تعالجوا فيه، وشو كانت الآثار الجانبية؟ تمام. هلا الاثار الجانبيه نحن بالنسبه لل يعني لحيوان التجربه نحن ما بينت معنا، ما بين انه عندنا اثار جانبيه، ولكن نحن بعد ما يعني بدانا بال 2017 وقت اللي قدمنا، او بال 2016 وقت اللي قدمنا نحن نتائجنا لوزاره الصحه. انا اول شيء ما كنت بعرف من وين بياخذوا براءه الاختراع يعني، فانا قدمت نتائجي لوزاره الصحه وهي درست الموضوع وقالت لي لازم تروح تقدمه لمديرية حماية الملكية. أنا ما كنت بعرف وين بتتقدم، فرحت قدمته لهنيك وعملنا ملف كامل بنود محددة يعني، فتقدم ونعمل عليه سرج يعني بحث إنه فيش مشابه عالمي له أو كذا، ما كان له أي مشابه عالمي. فانبعت لوزارة الصحة، شكلوا لجنة، وهون طبعا شروط الحصول على براءة الاختراع ثلاث شروط: ان تتميز بالجده والابتكاريه وقابل التطبيق الصناعي. فنحن وزاره الصحه بعد ما درست يعني الملف كاملا مع النتائج، طبعا انا كنت رافق لهم تقريبا 10 حالات سريري، هن شافوا انه هن يعني غير كافيين، فوافقوا على البراءه، يعني قالوا انه نحن مع اقتراح الموافقه، يعني تتميز بالجده والابتكاريه وقابليه التطبيق الصناعي، وبناء على ذلك يمنح الباحث براءه اختراع، ورجعوها. بس قالوا انه لازم يوسع دراسات سريريه اكثر، يعني طالبوني بانه اقدم لهم دراسه سريريه لاحقا. فبعد طبعا ما وصلت براءة الاختراع لمديرية الحماية، كمان عملوا هنيك لجنة واخذوا فيها قرار ومنحوني براءة الاختراع. هي كانت للكيفيران القلوي، يعني مرحلة أولى بتكون هي على 12 مريض، مرحلة ثانية بتكون على عدد كبير 200 مريض، مرحلة ثالثة بتتم فيها يعني مقارنة العلاجات اللي عم تستخدم، البروتوكولات مع العلاج هذا مع إلى آخره. فكل مرحلة إلى يعني ولازم يكون في فريق كبير. طبعا نحن بال 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 يعني بالمخبر نحن طبعا فريق، ولكن هن ما نون أخصائيين أورام، يعني كفريق باحثين يعني يعني اشتغلوا معي، طبعا بوجه لهم كل التحية. هون نحن بلشنا طبعا تجينا حالات من متقدمه، يعني بكون نحن من اطباء الاورام انه هاي الحاله يعني بكون اخذ كثير جرعات، مثلا 20 جرعه او 30 جرعه، يعني مطبقين كل تماما. فيعني هون نحن بلشنا ناخذ حالات ونعطي هذا البروتوكول الجديد. هلا من هون من الحالات المتقدمه اللي نحن اشتغلنا عليها،
حصلنا على نسبة نجاح يعني تقريبا إذا قلنا 25 حالة مثلا كانوا 8 حالات يعني حصلنا على شفاء تام فيهم من دون نكس، فيعني بمعنى آخر إنه النسبة هي 32%. بروتوكول العلاج تبع السرطان إشعاعي والأنواع الثانية هي بيعاني من أعراض، في منه هرشعر، في منه أعراض تانية. قنبلة السكر ما فيها أعراض. والسؤال الثاني إنه كلهم بياخذوا مدة طويلة، قد إيه بتاخذ مدة علاج قنبلة السكر؟ تمام. هلا نحن أول شيء المبدأ واحد، لأنه يعني الخلية وقت نحن يعني استطعنا إنه نحدد آلية يعني حصول على الطاقة، فهي إذا كانت بالكبد ولا كانت بالعظم ولا كانت بالدماغ ولا كانت بالثدي، فهي نفس الآلية، فالمبدأ واحد لكل حالات السرطان، لكن اللي بيختلف هو يعني الابليكيشن أو التطبيقات، يعني اللي بتختلف من ورم لآخر، يعني وفقا لدراسة بيولوجيا الخلية السرطانية المكونة للورم. فنحن هون كل حالة إلى يعني خصوصية، مثلا بحالات يعني حسب المستقبلات، حسب التحاليل المناعية إلى آخره. هلا الآثار الجانبية اللي نحن يعني خليني أقول يعني مرت معنا هي آثار جانبية فينا نقول إنه هي محدودة العواقب والجوانب، يعني بمعنى آخر إنه هي ممكن تعمل تحسس، تمام، بسيط. ممكن إذا الشخص كان كتير يعاني من تقرحات مثلاً بالمعدة كذا ممكن تعمل له ألم، وهذا الشيء طبيعي، يعني أي دواء بده ياخده بده يعمل له ألم، تمام؟ يعني في مرضى أحياناً بيجوا إنه هني أصلاً ما عم يقدروا ياخدوا يعني ما عم يقدروا يأكلوا، فكيف نحن بنعطيهم علاج؟ ما فينا. أو بيكون عندهم حبن، تجمع سوائل وقصاص، كمان ما فينا، يعني واصلين لمراحل كتير صعبة. هون خلاص نحن يعني نحن ممكن نعطي بس ممكن ما نحصل على نتيجة. بس ما بيعطي نفس أعراض الكيماوي والإشعاع. الآثار الجانبية اللي نحن طلعت معنا هي عبارة عن آثار جانبية تحسس، ممكن يعني خلينا نقول يعني نوع من الرش، تحسس بسيط، ولكن نحن هذا بنتجاوزه، يعني ممكن يروح خلال 5 دقائق، ولا سمح الله إذا يعني صار في تحسس، لأنه نحن الدواء مناعي، فإذا صار في تحسس ممكن ينعطى يعني فورا مضاد تحسس، ويعني اما كهرشع تساقط شعر او مثلا حموضه بالمعده او امساك او قصص او يعني ما عندنا هاي الاثار الجانبيه. 9 اشهر تقريبا نحن عم نخلص، يعني او 10 شهور بالكثير يعني حد اقصى كان نحن عم نخلص يعني المعالجه، وبالنسبه لل يعني المريض عم يبقى نحن متابعين له، يعني انه متابعينه، يعني العديد من الجهات او العديد من الاطباء هن عم يبعثوا هاي الحالات بعد ما انه يعني يوصلوا انه هن اعطوا كل الخيارات، فهون هن عم يرجع الطبيب هن يتابعوا بس على خطه تبعنا، تماما. فيعني نحن لحد الآن نحن ما عم نوثق هاي النتائج، ولكن يعني كفريق للدراسة السريرية حاليا يعني هو عم يتشكل هلا، لأنه نحن بالنسبة لنا تجاوزنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. هلا المرحلة الثالثة هي المرحلة الأصعب طبعا، اللي بدها تكون فيها جهات يعني عدة، ممكن يكون من خارج سوريا، ممكن يكون في تعاون من جامعات أخرى، من جهات شركات عالمية إلى آخره. فإن شاء الله إنه ممكن يعني يتشكل هلأ فريق لنقدر نتجاوز نحن مرحلة الدراسة السريرية المرحلة الثالثة. لهيك هلأ صار في إضاءة إعلامية أكثر على الموضوع، لأنه هو صار له زمان أصلاً، كرمال هيك نحن هلأ صار في إضاءة أكثر عليه. تمام. هلأ هو البحث هو عبارة عن مراحل، يعني نحن مرحلة الخلايا السرطانية استغرقت معنا 4 سنوات، هي والمرحلة العمل على يعني سلالات البروبايوتيك، يعني تحديد أنواعها وتصنيفها وإلى آخره، تمام؟ يعني تم هذا أخذ منا وقت 4 سنوات، هلا جينا بعدها مرحلة الحيوانات التجربة كمان أخذت 2 سنين، جينا مرحلة ورقة الاختراع أخذت تقريبا شي 1 سنة. كل مرحلة من الدراسة، هلا نحن بعد ما تجاوزنا مرحلة المرحلة الثانية من الدراسة السريرية اللي هي أعلننا فيها عن بعض
حالات الشفاء، عن بعض حالات الشفاء، مع يعني آراء بعض الأطباء اللي يعني كانوا مطلعين على بعض الحالات. فهون يعني ممكن يكون إنه هو يعني أخذ ضجة أكثر. يعني حاليا أنتم عم تبحثوا عن متبني للاختراع أو بيكفي لهون، أو أنتم ناطرين المرحلة الثالثة؟ لا، ما احنا ما لنا ناطرين المرحلة الثالثة، نحن يعني عم نشتغل بشكل يومي بهذا الموضوع. ولكن يعني إذا صار في دعم إلنا تماما من يعني جهات رسمية أو جهات خاصة أو يعني جهات ممكن تكون خارجية، أكيد هذا الشيء حيكون بشكل أفضل. هو بحاجة دعم مادي صح؟ طبعا أكيد هو بحاجة ل يعني دعم كتير كبير، وبحاجة ل يعني عمل وجهود يعني من فريق وتعاون جهات كتير كبير، يعني أكثر من جهة، ويعني أطباء يعني وممكن صيادلة وناس بالإحصاء يعني. فهذا الموضوع هو يعني بصراحة نحن حاليا يعني عم يحكوا معنا يعني بعض الجهات وبعض الأطباء وكتير يعني، فنحن هلا عم نصيغ هذا الموضوع. دائما بيقولوا السوريين وبوضعهم وبالحرب وهي ما بيقدروا يثبتوا نفسهم، ودائما هيك عنا يعني يمكن تقليل من أهمية الشباب السوري إنه ممكن يكون قادر على اختراع دواء لمرض صار له فترة طويلة وما حدا اخترع له دواء. أنت اليوم كشاب سوري شفت نتائج عملك طويل، شو فيك تقول للشباب؟ هلا أنا بالنسبة لل يعني الظروف اللي نحن مرينا فيها طبعا هي أكيد ظروف صعبة، بس بنفس الوقت يعني نحن يعني ما وقفنا ولا لحظة. وأنا مو بس أنا يعني عندي اختراعات، يعني أنا كل في عندي من خلال المعارض الدولية أو المعارض الباسل الإبداع والاختراع، يعني في كتير مخترعين وصلوا لا يعني يعني خليني أقول اختراعات مهمة، ممكن مجال الطاقة، بمجال يعني علاجات أخرى يعني. فأنا بالعكس إنه يعني التشجيع اللي نحن يعني عم ناخده من خلال النتائج اللي نحن عم نحصل عليها، فنحن لذلك إنه ما بنتأثر بالظروف، يعني كل ما بنحصل على نتائج بنحس حالنا إنه لازم يعني نقطع شوط أكثر. شكرا كثير لك دكتور إبراهيم الشعار، ويعطيكم ألف عافية وموفقين. الله يعافيكم، شرفتوا.